بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله. مديرية توزيع الكهرباء مصر قامت بتشغيل 100 مسكن ريفي في بلدية شتمة، والمشروع أنجز في وقت قياسي جدا، ويدخل هذا في إطار التحسين المعيشي للمواطن، وما زالت مشاريع أخرى إن شاء الله في المستقبل من ناحية المستوى البناء الريفي ولا الفلاحي.